السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. النهاردة اللي كنت عملنا وصفة شكل دي، بس هي مش زيها، اللي جواها مش زي المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت كان لحمة ورز وكده. النهاردة احنا اللي عجبتنا الفكرة، والأكل كان طعمه جميل جدا وكان مبهج جدا وكان له شكل. الكاميرا دي بتعمل كونكت جوه الحاجات اللي جوه ايا كانت بقى. احنا حاطين فيها النهاردة فراخ وفريك جوه الجلاش ده، وبيعمل ومعمول بالسمنه البلدي كله. ولذلك انا المره اللي فاتت قلت لكم ده فطير، هو فعلا فطير. ما هو ايه فكره الفطير اصلا؟ ما هو رقايق كده فوق بعضها ومدهونه بالسمنه البلدي وبالزبده وبالكلام ده، انما دي معموله بسمنه بلدي فلاحي مصريه من عندنا احنا من البيت. فانا بس عايز نفسي تعملوا اللي هيعمل المره الوصفه دي هيعملها تاني باذن الله. وعندنا هنا فراوله، بصوا بقى الفراوله وايه واسمه ومشمش. كان عندنا مشمش وفراوله، دي معمول في عصير فراوله ومشمش. وبعدين بقى نسمي كده، ناخد دي بس الاول كده. انا هفتحها مش زي المره اللي فاتت. المره اللي فاتت اهو ماشي زي المره اللي فاتت. تمام، بسم الله ما شاء الله. دلوقتي الفراخ هتقابلك. انا عارف الفراخ هتقابلني، قابلتني فعلا جنك اهو. اه يا جماعه شوفوا شعور ما اقولكوش. شوفوا ادخل شوف هنا شوف المشاعر الشعور هنا. والله العظيم البتاع ده فكرني بالحمام اهو. شكله تحفه تحفه فنيه. انا الهم بقى ايه؟ عايز اعمل حاجه كده اختراق يعني اهو. عايز اعملها كده، شوف المنظر، شوف الجمال. ما قلت لكم انها فطيره يا جماعه المره اللي فاتت اهو. والله شوفوا هنا كده، هات كده شوفوا، شوف المنظر، شوف المنظر عامل ازاي، سخن موت. بس احنا اهو شوفوا الجمال، شوفوا المنظر. ما اعرفش المره اللي فاتت اقول لكم هنخش جواه وقمنا قافلين الكاميرا وفاتحين تاني. كانت مشاعر جباره جدا. شوف المنظر عامل ازاي يا جماعه، والله منظر مش كده مش كده يا حاجه. منظره انا مكسوف منه ان انا اكله، دي يتشاف بس. ايه الجمال ده والطعامه دي والحلاوه دي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بقى كده بالايه، هنبدا بده. انا هفتحها مش زي المره اللي فاتت. المره اللي فاتت اهو ماشي زي المره اللي فاتت. طبعا بسم الله ما شاء الله. انا عارف الفراخ هتقابلني، قابلتني فعلا هنا اهو. اهو يا جماعه شوفوا شعور ما اقولكوش. شوفوا ادخل شوف هنا شوف المشاعر الشعور هنا. والله العظيم البتاع ده فكرني بالحمام اهو. شكله تحفه تحفه فنيه. انا هعمل بقى ايه؟ عايز اعمل حاجه كده اختراق يعني اهو. عايز اعملها كده، شوف المنظر، شوف الجمال. ما قلت لكم انها فطيره يا جماعه المره اللي فاتت اهو. والله شوف هنا كده، هات كده شوفوا شوف المنظر، شوف المنظر عامل ازاي، سخن موت. بس احنا اهو شوف الجمال، شوف المنظر. ما اعرفش انا المره اللي فاتت اقول لكم هنخش جواه وقمنا قافلين الكاميرا وفاتحين تاني. كانت مشاعر جباره جدا. شوف المنظر عامل ازاي يا جماعه، والله منظر مش كده مش كده يا حاجه. منظره انا مكسوف منه ان انا اكله، دي يتشاف بس. ايه الجمال ده والطعامه دي والحلاوه دي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بقى كده بالايه، انا هبدا بده بده الرهيب ده اهو. استني بس استني بس. اهو اهو هو يا جماعة، شوفوا يا جماعة المنظر، المنظر ده شوفوا الجمال. خدوا يا مسوعي ده ليه ده والنبي الله يرضى عليك. احنا بناكل اكتر منه. بقول لكم منظر رهيب. والله حاجة فوق الوصف اهو. بقول لكم حاجة، انا
مستمتع قوي. ما تقولش ان هو جلاش، هو فطير فعلا حقيقي اهو اهو. هاكل فراخ بس الفطير شكله رهيب. عامل ازاي؟ هتشم ريحته بقى سمن البلد يا جماعه. اللي ماسكه بس كده عشان سوخ. صل على النبي. الله. لا دوي مع الفريق. هو يتاكل مع الفريق فعلا. اهو. تاخد المعلقة على شوف يا جماعة على الجلاش. الجلاش عامل ازاي يا حبايبي؟ والله لا تعملوا الوصفة دي. ما تاكلش الفريق لوحده. سهلة جدا. وتسيب الجلاشة. معلقة كده في الجلاشة وتاكل. مش قادر. يا نهار أبيض. يا نهار أبيض. هو اختراع زي اختراع اللي طالع الأيام دي بيحطوا المكرونة في العيش. هي نفس الاختراع ده ولا ايه؟ اللهم صل على النبي. غير اهو لسه بحث الفراخ، بحث الفراخ لسه ما هو طعمه. النبي تاخدي دي من ايدي المصحف. النبي تاكليها لانها ما عندكش فكره بطعم. انت ما تقولوش ليه؟ جربي خلي كده وهتجيبي معايا. شو الجمال؟ الجمال. ده جامد. شوفوا شوفوا. حتى لا 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 حاجه عبقري. وصفه عبقريه. جرب الفراخ كده نشوف طعمها ايه. نمها بها مختلفة مختلفة يا مسائل والله. خد اسمع كلام اسمع كلام. شوفوا شوفوا الجمال. ما تزعلش نفسك يا جميل. ايه دي مزيك وحياة ربنا يا جماعة. حاجة حاجة ما فوق الوصف. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. لا تعرف حلو طعمه جميل. بتاكل 10 اصناف في صنف واحد. اللهم صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي. الشوايه اللي تحت الفرخه ده هم شوفوا عاملين ازاي؟ عاملين ازاي يا جماعه؟ اهو انا بقيت سعودي النهارده. اهو. اللهم صل على النبي. ده فريق جميل. اهو. الشوية دول اللي تحت الفرخة دول لهم لهم هيبقوا ايه؟ ما هنحط بقى في قلب حبة الجلاش حبة فريخ وبالتاكل. اهو اهو هتعزم ولاد عبود انا اكيد كواليس يوم العيد يعني.
الحمد لله. طبعا بجد اللهم صل على النبي أحسن. اللهم صل على النبي. بجد بجد الطعم جبار. والله طعم عالمي. والله الفراخ نفسها طعمها طعمها متغير. كل حاجه مستويه بتدخل بس الجلاش يستوي. اه في ناس بتعملها بالعجين ده هو بس هو بس انا ما حبيتش العجين. مش عاطفي غير مصاينه جمال. السمنه البلدي بالشغل يا جماعه والله دي بسمنه بلدي سايحه على غير الاسر الله يرحمه. والله أكل الإيد جميل أولا يا جماعة. والله دايما في ناس تقول يكون من الإيد بس هو الأكل سخن شوية بس الأكل الإيد ده فيه بركة كده بتحس الحاجة كده بتحسها مفيش وسيط بينك وبين الأكل. مش معلقة وسيط لا ده على طول. أكلة جميلة يا جماعة والله. وأنا يعني مش هقوم دلوقتي مش عايز أطول عليكم. متنسوش يا جماعة تشيروا الفيديوهات زي ما احنا اتفقنا. شيروا الفيديوهات في على الفيسبوك وعلى تويتر وانستجرام. عرفوا الناس بالقناة عشان القناة تكبر بقى كده يعني احنا ايه ونظهر كده ان شاء الله في 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 البحث. واللايكات مهمة جدا يا جماعة. اللايك مهم جدا. انا دايما بقول لكم ليه في الوقت الاخير ده لان اللي قاعد معايا لغاية الوقت في اخر الفيديو ده بيحبني اكيد زي ما انا بحبه بالظبط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشتغل بقى اشتغل بقى اشتغل يا خراب على ايه اللي هو منزله ده.